فإذا احنا يجب علينا ان احنا نرجع مرة تانية الى بناء الانسان، وده اذا ما كانش في فايدة، لان لوسة المال قد فتنت بعض الناس، فعلينا ان يبقى الحاجة شخصية. اقفل التلفزيون ومفتحوش، اشيله خالص في رمضان، واخد بالك، واكتفي بالإذاعة المصرية وهي بتدي الأخبار مثلا، يعني اتصرف. قصد كلامي إيه؟ إن المسألة عندما تنفرط اجتماعيا تتحول المسؤولية إلى مسؤولية شخصية، قاعدة. لأن النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء، لا يكون أحدكم إمعة. إمعة يعني إيه بالبلدي كده؟ طرطور. يقول لك عندنا كده ألفاظ في مصر كده، يعني. لا طرطور يعني لا يقول أحدكم إمعة يا طرطور، يقول أنا مع الناس، ما يش تدخل. إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. وطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا، يعني بإرادتي، واخد بالي ان الناس بقت طيبة وفيها احسان وفيها فعل خير، الناس تحصل فيها كده، ابقى معاهم وايد بايد. وان اساءوا فلا تظلموا، يعني اوعوا تقعوا في الامعة ده، فلا تظلموا. شوف الكلمة، لاني لو اخطأت ظلمت نفسي. يبقى إذا انفلت المجتمع بأي نوع من أنواع الانفلات، تحولت المسؤولية فورا إلى مسؤولية شخصية، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، مش كتاب أخوك، كتابك أنت. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب.